أستاذ وصلوا. أسعد، كما ذكرت في المقدمة، رجل آتي من لبنان، من مصر، من أي بلد آخر، أخذ الفيزا التركية مدة شهر، إجا لهون نعم نتيجة إنه حجز. بتعرف أحيانا بتأخر موعد الحجز، بيطلع على الأسبوع، على 10 أيام. المهم لما طلع الحجز طلع بعد انتهاء الشهر. طبعا هو يعني حجز ضمن الشهر، بس الموعد بعد انتهاء الشهر. الفكرة الآن إنه راح الموعد وقدم وراءه، بده يرجع يسافر. يا ترى شو وضعه هذا؟ نعم شكرا كثير لك على سؤالك استاذ الله بلال. هذا يا رب. السؤال بتعرض له يوميا وكثير مهم للساده المستمعين يركزوا على الجواب. الحاله الطبيعيه في حال شخص واكثر العالم عم تجي على تركيا عم تاخذ فيزا لمده 30 يوم سياحيه سنجل انتري لمره واحده تكون. هون اذا اخذ هو الموعد تبع الإقامة السياحية خلال فترة ال 30 يوم صار وضعه نظامي. لو أيوة. إجا الموعد لبعد انتهاء الفيزا بشهرين أو ثلاثة ما في مشكلة، لأني أيوة. بورقة الموعد من فوق على اليسار بيطلعوا تاريخ أخذ الموعد يا سلام. كان ضمن الفيزا، وبالتالي إذا حضر موعده بعد انتهاء الفيزا ما في مشكلة عليه ولا يخالف، يعني بيسافر وبيرجع عادي. ما حرب لا ما حرب خليني بس خليني اكمل لك. ايوه تفضل. طيب هون عندنا بقى نروح على احد حالتين. طيب. في حال كان الموعد ضمن الفيزا او بعد، اذا ضمن الفيزا او بعد الفيزا، اذا حضر الموعد وانتهى وقت بده يسافر مشان ما يتخالف، طبعا اكيد بده يكون كسرت فيزته لان المواعيد باسطنبول مثلا او حتى خارج محافظات تركيا صارت بعيده اقل من شي شهر. طيب بده ياخذ رساله القبول. في حال اجته رساله القبول الالم له رساله القبول اللي بتجي رساله اس ام اس من دائره الهجره انه طلبك للاقامه السياحيه تم قبوله. طيب ما هو ايه مشكلة انه ممكن يسافر اوكي خليني امشي معك حالة. طيب خليني اكمل. في حال جيته رسالة القبول قبل ما يسافر بده يطلع على دائرة الهجرة وياخذ ورقة اسمها مراجعات بالقسة او معنى اذن سفر، ياخذ هالورقة انه هي مثل ورقة الاقامة المؤقتة انه طيب. انا تم قبولي وهذا الرقم الوطني تبعي ومعي فترة إقامة من تاريخ كذا تاريخ كذا، بيعطوه ورقة مؤقتة هي إذن سفر، هي بيحسب طيب. بيسافر عليها وبيرجع خلال 15 يوم. طيب ما طلع الأولملو، ما طلعت الموافقة تبعه وبده يسافر مضطر، ما في عليه غير يدفع غرامة بالمطار. الغرامة تقريبا بتكون تقريبا شيء بحدود 15 ليرة على اليوم الواحد. أيوة 15 ليرة عن كل يوم تأخير من بعد الشهر. طبعا تختلف حسب الجنسيات وبتختلف حسب نوع الفيزا. طب هو شلون يعني هو شلون بده يعني هو بيروح بقول لهم انا بدي اروح ادفع الغرامه؟ بيروح على فيزا اهلال بالمطار شو اجباري، اسمها؟ لازم فيزا اهلال. فيزا اهلال مكتب فيزا اهلال او البوليس تبع الفيزا. طيب بيروح بس بيفرجيهم فيزته وانا يقول لهم بدي ادفع جزا. أيوة. وأصر وأعيدها مرة واثنين ثلاثة وبعيدها لكل العالم وأصر حتى على دفع الجزاء. في حال قال لك الموظف ما في داعي قلت يوك ما فهمت عليه أو في أي سؤال تخل، ما تطلع قبل ما تدفع الجزاء، لأن في حال طلعت أيوة. من دون ما تدفع الجزاء يتم حرمانك من دخول تركيا 5 سنين. هل أوقات 5 سنين أوقات 3 سنين أوقات على قد الفيزا الأخرى، يعني حتى لو طلعت الإقامة ما استفدنا شيء، بيكون ما استفدنا شيء وبالعكس الإقامة يتم إبطالها وقتها. طيب معنى ذلك إنه الحالة الأولى إذا الشخص طلع له إجت له رسالة إنه تم القبول بيروح نعم. بقى وبياخد هاي الورقة اللي قلت أنت من دائرة الهجرة اللي هي إذن سفر اللي بتحدد نعم. أو إذا أجا كرته، والحاليا الكروت طيب. تطلع بسرعة. جميل. وإذا ما كان هيك بده يروح على المطار ويقول لهم أنا بدي أدفع جزء عن كل يوم حسب الغرامة ويصر على دفع هذا الموضوع. نعم كتير بيجيني حالات بيقولوا لي ناس إنه الموظف قال لي روح، إنه أنا ما فهمت عليه عم بيحكي تركي، وتعرف موظفين مطار هون في تركيا ما في حدا بيحكي إنجليزي هني مشان الناس انجليزي. تطمن وبقول له روح يعني أوقات من سوء أخلاق من موظف المطار مشان يحطوا عليهم منع وبحطوا عليهم ختم حرمان دخول. طيب. في حال أصريت أنت ودفعت الغرامة والوصل معك ما حدا بيحسن بقرب عليك أمورك قانونية 100%. أستاذ أسعد خولي المحامي والمستشار القانوني أشكرك شكرا جزيلا. حياك الله.